معك ياسين في متابعة للمزيد من التفاصيل والمعلومات حول هذا الاستهداف الحوثي الذي أعلنه لمواقع عسكرية في عمق إسرائيل، وأيضا توعد الحوثيين بأنه لن يكون هناك تردد في توسيع نطاق العمليات ضد إسرائيل. داليا، إذا هناك تصعيد عسكري غير مسبوق من قبل جماعة الحوثيين باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة حسب البيان الأخير الذي أعلنه يحيى سريع الناطق العسكري باسم الحوثيين، والذي أيضا يظهر نوعية الأسلحة الجديدة المستخدمة حوثيا، والتي أيضا تظهر الدعم الإيراني الكبير للحوثيين من خلال استخدام هذا الصاروخ الذي قالوا عنه في فترات سابقة أنه فرط صوتي، وأن لديه أيضا تكنولوجيا متطورة للتخفي وأيضا لعدم اكتشافه من قبل أنظمة الرصد والدفاع الجوي. الحوثيين الآن يتحدثون عن إطلاق 3 صواريخ من نوع صواريخ مجنحة من نوع قدس 5، وقالوا أنها استهدفت أهداف عسكرية داخل الكيان الإسرائيلي وأصابت أهدافها بجناح، وأيضا أعلنوا وجددوا إعلانهم على أنهم مستعدون لاستهداف المصالح الأمريكية والبريطانية، خصوصا مع استهدافهم 3 سفن أمريكية وبريطانية ومتعلقة بالوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة حسب البيانات المتتالية الصادرة عن جماعة الحوثيين، والذين أعلنوا من خلالها عن استهدافهم سفنا في البحر الأحمر والبحر العربي وكذلك في المحيط الهندي. وما أيضا يتركز عن استهداف جماعة الحوثيين وتركيزهم على استهداف طرق وصناعة الشحن والنقل وكذلك صناعة النفط التي تمر من هذه المسارات البحرية، وهنالك أحاديث عن خسائر كبيرة ربما تتجاوز التريليون دولار من جراء تصعيد جماعة الحوثيين سواء على الاتجاه البحري أو حتى على اتجاه البري باتجاه إسرائيل. وأيضا باركوا في بيانهم هذا كما باركوه في على كل المستويات سواء السياسية والعسكرية وحتى على مستوى القيادة الحوثية الهجمات الإيرانية باتجاه إسرائيل والوعد الصادق 2. ويأتي أيضا هذا الهجوم وإعلان جماعة الحوثيين هجمات متتابعة ومتلاحقة لإحداث حالة من القلق في الأوساط الدولية والإقليمية، وكذلك أيضا لتحقيق أبعاد سياسية، وأيضا يظهر على أن جماعة الحوثيين استخدمت في هذه الهجمات أيضا مسيرات تم الإعلان عنها في أوقات سابقة، وأعلنوا على أنهم استهدفوا تل أبيب وإيلات بـ5 مسيرات من نوع صمار، وهذا أيضا تطوير أنظمة الطائرات المسيرة التي يصعب رصدها والتعامل معها بشكل جيد، وهذا يظهر مدى اهتمام جماعة الحوثيين باستهداف بعيدة المدى تبعد عن 2000 كيلو متر من مناطق الاستهداف التي تقوم بها جماعة الحوثيين، والذين أيضا قالوا على أنهم مستعدون لشن هجمات مباشرة عبر قوات تم إرسالها من مناطق سيطرة الحوثيين باتجاه سوريا والعراق، لا سيما أننا سمعنا في أوقات سابقة عن مقتل خبراء صواريخ حوثيين وكذلك خبراء في الطائرات المسيرة في العراق، وكذلك أيضا هناك مصادر تتحدث عن قوات ميدانية على الأرض في سوريا تستعد لهجمات ولشن هجمات تفسر على ما قامت به جماعة الحوثيين في وقت سابق من شنها هجمات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. داليا، شكرا لك مراسلنا ياسين الرضوان، كنت معنا من عدن. وأذهب الآن إليك نائف، ماذا في متابعة عمان لكل هذه التطورات للضربات الإيرانية، وهل صدرت أي ردود فعل ورسمية منها أيضا؟ دال، يعني ما قامت به إيران الليلة الماضية هو استخدام للأجواء الأردنية واستعمال للأجواء الأردنية، وهو تهديد لأمن وسلامة المواطنين الأردنيين، وحدث ذلك بالفعل عندما سقطت الشظايا في مختلف محافظات الأردن وأدت إلى 3 إصابات طفيفة بين المواطنين الأردنيين، والجهات المختصة هي تقوم بتحقيقاتها في هذا الموضوع. وأيضا هنالك بث على وسائل التواصل الاجتماعي تضرر بعض المنازل في مناطق مختلفة نتيجة لسقوط هذه الشظايا. عمان كانت واضحة منذ
13 من أبريل الماضي، لن تسمح لإيران باستهداف إسرائيل عبر أجوائها، ولن تسمح لإسرائيل باستهداف إيران عبر أجوائها. هذه رسالة أردنية واضحة، لكن واضح أن الإيرانيين لم يأخذوا هذه الرسالة على محمل التنفيذ وعلى محمل حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام القانون الدولي. الليلة الماضية كنا نشاهد هنا من هذا المكان الذي أتحدث إليكم منه، كنا نشاهد المقذوفات في سماء عمان، وكان هنالك عمليات اعتراض لها، وكان هنالك أصوات انفجار، وبالتالي الرسالة الأردنية كانت واضحة للطرفين الإسرائيلي والإيراني، لن نكون ساحة صراع لأي طرف. من يريد التصارع ومن يريد تصفية الحسابات عليه أن يبتعد عن الساحة الأردنية. هذا الأمر بالنسبة لعمان واضح، لكن الأردن أيضا أكد الليلة الماضية على لسان وزير الاتصال الحكومي محمد المومني أنه لن يكون مرة أخرى طرف في الصراع، ولن يكون ساحة للصراع، وأن مسؤولية الدولة الأردنية هي حماية أمن مواطنيها وسلامة أمن الدولة الأردنية. والقوات المسلحة والأمن العام أصدروا بيانات الليلة الماضية أكدوا على جاهزية الجهات السيادية المختصة للدفاع عن الأردن. الآن بالنسبة هذا رسميا، بالنسبة للتحليل في الإطار التحليلي داليا الأردن، يقول المراقبون أن عمان تترقب لتطورات الأوضاع. المسألة لم تنتهي بالضربة التي شنتها إيران الليلة الماضية على إسرائيل، إسرائيل تتوعد إيران، الأردن ينظر إلى أين تسير هذه المسألة، إلى أين يسير التوتر والتصعيد بين إيران وإسرائيل في المنطقة، خاصة أن إيران لها أدرع في سوريا ولها أدرع في إيران وفي العراق. وبالتالي الجانب الأردني هو يراقب، يرصد ما يجري، يتحرك بدبلوماسية مع الأطراف المعنية والفاعلة الدولية من أجل خفض التصعيد. الليلة الماضية الملك عبد الله الثاني تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني، أكد على ضرورة وقف الحرب على غزة على لبنان، وأيضا وقف التصعيد أو خفض التصعيد في المنطقة. لكن المراقبون هنا وأنا أتحدث في إطار التحليلي يقولون أن المنطقة مقبلة على حالة توتر كبيرة وتصعيد كبير، وأن عمان بحكم موقعها الجيو استراتيجي في المنطقة هي ستتخذ من الخطوات التي تحمي سيادتها وتحمي أمن مواطنيها. والقوات المسلحة أعلنت جاهزيتها داليا في أنها ستصد أي اعتداءات على الحدود وأي تهديد لسلامة الدولة الأردنية. شكرا لك مراسلنا نايف المشاقبة، كنت معنا من عمان. وأذهب الآن إلى مراسلنا حيدر الأسدي، ينضم إلينا من بغداد. حيدر أهلا بك معنا، هل من أصداء في بغداد في العراق على هذه الضربات الإيرانية على إسرائيل، وهل تم رصد أي تحرك أو رد فعل من الجماعات الموالية لإيران في العراق؟ حيدر هل تسمعني؟ طيب، يبدو بأن هناك مشكلة في الصوت، ربما سنحاول العودة إلى مراسلنا حيدر الأسدي من بغداد بعد قليل. وفي آخر التطورات أيضا، قالت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لويد أوستن تباحث مع نظيره الإسرائيلي أوف جالانت بعد الهجوم الإيراني، ووصف البنتاغون الهجوم الإيراني بالعمل العدواني الفظيع، وقال أن الوزيرين أعربا عن تقديرهما للدفاع المنسق لصد نحو 200 صاروخ باليستي، مما ساعد في منع وقوع إصابات وأضرار كبيرة. أكد أوستن أن واشنطن مستعدة للدفاع عن مصالحها وحلفائها وشركائها في مواجهة تهديدات إيران وميليشياتها. وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها اعترضت صواريخ أطلقتها إيران، وأنها مستعدة لتقديم المزيد من الدعم لإسرائيل. قالت الشرطة الدنماركية إنها تحقق في انفجارين وقعا في محيط السفارة الإسرائيلية في الضواحي الشمالية للعاصمة كوبنهاغن، وأشارت الشرطة الدنماركية إلى عدم تسجيل أي إصابات في الحادث، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأن طوقا أمنيا فرض حول منطقة كبيرة وسط وجود مكثف لأفراد الشرطة.